احتفلت كنيسة يسوع الملك للاتين في المصدار في عمان بعيدها السنوي المصادف للأحد الأخير من زمن السنة الليتورجية، حيث ترأس الاحتفال كاهن الرعية الأب مروان حسان بمعاونة شمامسة الرعية وحضور عدد من المؤمنين مع مراعاة إجراءات الوقاية من وباء كورونا. ابتدأ القداس بالصلوات الافتتاحية، وبعد قراءة الإنجيل المقدس تحدث كاهن الرعية عن العمل الذي يجب أن يعمله المؤمن كي يدخل الملكوت، وختم القداس معايداً أبناء الرعية والحضور بعيد يسوع الملك، مجدداً التهاني لمشاركة الرعية عيدها السنوي، كما عبر في كلمته عن فخره واعتزازه بالرعية بجميع فعالياتها، وتمنى للجميع المزيد من الازدهار والعطاء المستمر للكنيسة. وقد وزعت على الحضور تذكارات عليها أيقونة يسوع الملك. اليوم إحنا مع بعضنا البعض نحتفل بعيد يسوع الملك في كنيسة يسوع الملك. هاي الكنيسة هي الأقدم بالأردن، صار لها 130 سنة، وهي كنيسة مميزة من نوعها، يعني بكل الأردن وبكل أبرشية القدس عيد يسوع الملك هو فقط مختص للشبيبة، فعالية الشبيبة في الرعاية، ولكن عندنا الموضوع شوي مختلف بأنه ما بنحتفل فقط بفعالية واحدة، وإنما نحتفل بكل الفعاليات الرعوية بكل الكنيسة، لأنه اسم كنيستنا هي يسوع الملك، ويسوع الملك في دائما في عنده رسالة مختلفة يعطينا إياها بكل سنة من هاي السنوات، ونتمنى بهاي السنة بأنه رسالة يسوع الملك تكون لنا هي رسالته اللي كانت على الصليب، حنى الروح وحكى لقد تم كل شيء. لما حكى يسوع المسيح لقد تم كل شيء، يعني رجع خلق البشرية كلياتها، ولكن على ملوكيته هو، على نمطه هو، لغى كل العهد القديم. العهد القديم بعني فيه الفكر القديم من ناحية الملوكية والتسلط وتفكير الإنسان نوعا ما البعيد عن الله تعالى السلطوي، وأعطانا خلق جديد، تم كل شيء خلق جديد، بأنه أعطانا معنى جديد لوجود يسوع المسيح بحياتنا، بأنه المحبة والتسامح، الأخوة، زرع السلام، مقابلة الشر بالخير بحياتنا، هاي هي ملوكية الجديدة اللي يسوع المسيح عم بعطينا إياها. فاليوم من جديد نرجع من عايد عليكم، نحكيكم كل عام وانتم بخير. عاش المسيح ملكا دائما وأبدا. نتمنى بالفعل يسوع الملك يكون ملك بكل بيت، ملك على كل شخص، على كل قلب، ونتمنى هذا الملك العظيم إنه يلمس هذا العالم بلمسة حنان، يشفي هذا العالم من أمراضه، من أوجاعه، من الظلمات اللي عم بعيشها الإنسان. وكل عام وانتم بألف خير. We'll be right back.